بخصوص ترحيل سراق الكوفيرتات، الدركي الهارب، الدركي الهارب، لانه كاين البعض يقول لك يسموه الدركي المنشق، الدركي يعني وش هذه المصطلحات هذه نتاع الثورات المضاده تاع سوريا مش عارف انا الضابط المنشق. احنا ما عندناش منشقين، احنا عندنا هاربين، عندنا جبناء اللي هربوا. لانه واحد نقوله منشق لما يكون نظيف وتاريخه نظيف وناصع، انا الوحيد دائما نقولها ونعاودها، الوحيد الذي احترمه واقدره ونقدر نقول عليه، ما نقولوش ضابط منشق لكن نقوله ضابط متمرد، تمرد عن المؤسسة العسكرية وحكم محاكمة عسكرية ثم اخلي سبيله بعد صرا اليسر، الوحيد اللي هو النقيب شوشان، اما الباقي كلهم مطرودين، لانه الوحيد الذي لم يطرد من المؤسسة العسكرية بل سجن وهو ضابط نقيب هو شوشان، الباقي كلهم مطرودين، مطرودين، طردوا من المؤسسة العسكرية، حاوزوهم بالكتبي، كي حاوزوهم بالكتبي كاين اللي دخلوا للسجن ومن بعد هربوا، كاين اللي حاوزوهم وقعدوا يراكوليو في كيما يقول لك في الكولوار وفي الباب الواد وفي كذا وفي كذا وكذا ومش عارف ديتش مراد، ومن بعد ما حكمت لهمش راحوا خرجوا للخارج ولاو يكذبوا ويفبركوا في سيناريوهات كلهم بدون استثناء. الوحيد قلت اللي ما هربش وما انشقش بل تمرد وسجن هو شوشان. حتى وشوشان غدوة انا يتكلم فيا يقول فيا وش يقول، موقفي ثابت لم ولن يتغير، لانني نعرف بلي انسان اصيل اختلف معه، لكن كلمة الحق نقولها للتاريخ بالرغم من انه افكاره تختلف على افكاري، لكن للتاريخ نقول انه هو الوحيد من بين الضباط او من بين العسكريين اللي تاريخه ناصع، الاخرين كلهم يا اما سرق ودخل الحبس، يا اما كلهم سرقه ومزرطين وكامل وكذا وكذا وتعاقبوا عقوبات مشدده ومن بعد هربوا. من بينهم هذا الدركي المنشق اللي كان رايح يحاكم محاكمه عسكريه نتيجه فساد ونتيجه يعني تلقي رشوه من عند المهربين في تبسه خاصه دير العاتر اللي يعرفوه اللي هربوا المازوت في الحدود، لما تم اكتشاف خيانته هرب. اذا هذا ماهوش منشق، هذا يسموه هارب. الان القاء القبض على محمد عبد الله في اسبانيا، الان نعطيكم المعلومه الجديده التي وصلتني وهي معلومه مهمه وخطيره، معلومة مهمة وخطيرة وصلتني من إسبانيا داخلة في ملف محمد عبد الله. محمد عبد الله اللي راهو الآن موجود في الجزائر وسأشرح أين هو وما هو مصيره، هذا الدركي الهارب كان عايش في محافظة أو منطقة أليكونت، كان في سان خوان رسميا، ومن بعد غير الإقامة نتاعو وراح لمكان آخر، وكي راح لمكان آخر في مرة من المرات كان مازال ما بلغش إدارة الهجرة في إسبانيا وما جددش الإقامة نتاعو، كان يعني شبه حراق لكن مسجل في الهجرة، لكن إقامته لم تجدد. في مرة من المرات دخل بيت فيلا لمستثمر رجل أعمال جزائري عنده فيلا في أليكونت، فيلا في منطقة من مناطق أليكونت، فيلا فخمة وفيها يعني بعض الأغراض الثمينة. هذا سراق الكوفيرتات اللي هو بالفعل سراق وبالفعل دركي هارب، عرف أنه هذا الجزائري عنده هذه الفيلا من خلال بعض
الجزائريين اللي يعرفوا بعضهم بعض، ربط معهم علاقة. راح صوت على الدار هذه بطريقة احترافية وما كسرش، دخل للفيلا واستولى على ما قل وزنه وغلا ثمنه وهرب راح. صاحب الفيلا في مرة من المرات هو في الجزائر عنده أصدقاء في إسبانيا، قال له روح للدار اضرب طلة للدار، راح القاب اللي كاين يعني آثار سرقة، لأنه السيد اللي راح يشرب له في الدار يعرفه، القاب اللي آثار السرقة كاينة، بلغه قال له راهي الدار تاعك انا لقيتها باللي كاين حوايج راهم ناقصين كذا كذا كذا، اذا قال له روح بلغ الشرطه. راح بلغ الشرطه الاسبانيه، سمعوا وبقوا موجهين تهمه ضد مجهول. طبعا راحت فرقه من الامن الاسباني شافت اللي عاينت، لانه هذا السيد هذا رجل اعمال معروف والفيلا مسجله يعني باسم رجل اعمال ومستثمر، والاسبان يعني يقدروا الناس اللي مستثمر يعني شاري فيلا ما يعادل مليون اورو ودير لها كيما يقول لك الناس خدامين ودير لها جارديني ودير لها عساس ودير لها يعني اذا راهم مسجلين. دروك واحد يسال يقول ابن سديره والعساس وين كان؟ هذا السؤال المطروح، لانه العساس راهو في السجن، العساس تاع الفيلا حسب المعلومات اللي عندي راهو في السجن، لانه فيه اتهام انه هو اللي سهل دخول السراق. البعض يقول لا كان راقد غايب في الشومبرا تاعو، كان راقد ودخل السراق بطريقة احترافية واستولى على المسروقات. إذن فرقة متخصصة من الشرطة الجنائية في إسبانيا في أليكانت راحت عاينت الفيلا واكتشفت اكتشاف مهم، وهو أنه السارق هذا اللي قام بالسرقة في هذه الفيلا سارق محترف، وحسب خبرة الخبراء يعني المحققين أنه يرجح أن يكون هذا السارق يا إما رياضي محترف أو عسكري سابق، لأنه الطريقة اللي دخل بها للفيلا كيفاش صوتها كيفاش ما كسرش ودخل يعني طريقة نتاع واحد بروفيسيونيل. بداو يحقوا حتى نوصلوا البصمات، يا قاتل الروح وين تروح؟ السراق دائما يخلي ولو حاجة يا ربي بصمة تاع صباطه يخلي حاجة. الإسبان اكتشفوا البصمات لما اداوها للمخبر الجنائي لقوها تتطابق مع واحد لاجئ جزائري اسمه فلان بن فلان، راحوا يبحثوا عنه عند إدارة الهجرة، قال لهم يا ودي ما عندناش السيد، هاو العنوان اللي كان فيه خرج منه ما كاش ما عندناش وراه ما كاش. إذا بقى مسجل بالنسبة للشرطة الإسبانية أنه شخص يسبب خطر على الأمن القومي لأنه سرق بروفيسيونيل وعسكري سابق جزائري، لأنه مجاوب الدوسي تاعو من مديرية الهجرة أنه عسكري سابق دركي سابق، ما دام صوت على الفيلا هذه قادر غدوة يصوت على بونكا، قادر غدوة يصوت على مش عارف أنا يا قصر الملك، مقر رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، وزير، يعني السيد هذا ما دام سرق بيضة قادر يسرق بنك. بالنسبة للإسبان ما يتلعبوش، أوروبي بصفة عامة. إذا سجلوه في خانة خطير، مجرم مبحوث عنه، خاصة أنه غير عنوان مقر الإقامة نتاعو ولم يخبر إدارة الهجرة، إدارة اللجوء. إذا بقى مبحوث عنه، لكن ماهوش إرهابي كبير باش يكثفوا الأبحاث، لأنهم على بالهم باللي يبقى في إسبانيا فقط، ما عندوش جواز سفر، ما عندوش بطاقة رسمية باش يقدر يسافر حتى الاتحاد الأوروبي إلا حراق يهرب، يعني ما عندوش، مازال ما جددش الإقامة نتاعو، ومازال اللجوء نتاعو غير مقبول، مازال طلب اللجوء لم يتم الموافقة عليه. إذا في هذه الفترة لما أصبح مجرم مطلوب، إدارة الهجرة رفضت طلب اللجوء نتاعو تلقائيا، يعني اوتوماتيكمون راحت
طلب اللجوء نتاعو انتهى بمجرد انه اصبح مجرم مسجل في خانة المجرمين. اذا ادارة الهجرة الغت الملف نتاعو، شمعاته ورماته الارشيف، خلاص السيد هذا مادام مازال ما عطينوش كوارط، درنا جرائم، لو كان نعطوه كوارط غدوة يحرق الدنيا. اذا نبقى مبحوث عنه. السيد راهو عايش عادي جدا. بعد 6 شهور، 6 شهور ضربت له في راسه، يقول لك ممكن ما يحوسش عليا، نساوني كذا، ما كان والو. راح لإدارة الهجرة يحوس على كوارطو، قالوا له ارواح تنحوسوا عليك، الجماعة راهم قلبين الدنيا عليك وترك هنا. ايه عيطوا للجماعة جاو الدواء. اذا هذا ما عندوش، ما يقدرش يدير طعن للمحكمة انه ملفه مرفوض، لان الملف مرفوض بحجة انه مجرم ارتكب جريمة وهو في إقامة مؤقتة. إذا سقطت عليه الحماية وسقطت عليه حق اللجوء. إذا هذا محمد بن عبد الله، محمد عبد الله هذا الآن في الجزائر، وصل للجزائر نعم، وهو الآن في قبضة الأمن العسكري. الأمن العسكري دي سياسة وليس عنتر، كما راهم يغلطوا فيكم نقول لك الدو المركز عنتر والتحقيق وكذا وكذا، باش نفهمكم كاين حاجه هي المفروض، هذه المفروض معليش اسباب بصح نعطوهاش نثقفوكم شويه. مركز عنتر مكلف بالامور المدنيه لانه مديريه الامن الداخلي ومكافحه التجسس، ما عندوش علاقه بالجيش بالامن العسكري. اما دي سياسه مديريه امن الجيش فهي المختصة في التحقيق والبحث والتحري في جرائم متهم فيها عسكري، سواء كان عسكري أو دركي، يعني تابعين لسلاح الدفاع، وزارة الدفاع. أي واحد تابع لوزارة الدفاع، سلاح الدرك أو أي سلاح آخر، يعني قوات برية جوية بحرية ولا أي شيء، ولا الدفاع الجوي، ولا هذو كلهم التحقيقات نتاعهم مختصة فيها مديرية الأمن العسكري، دي سياسة. الدركي الهارب سرق الكوفيرتات، بحكم أنه دركي سابق إذا يخضع التحقيق نتاعو لمديرية الأمن العسكري، دي سياسة، هما اللي حقوا معاه، والآن راهو عند جماعة مديرية الأمن العسكري يكملوا معاه التحقيق، وسيتم إحالة الملف نتاعو لدى وكيل الجمهورية العسكري بمحكمة البوليدة، المحكمة العسكرية بالبوليدة. ممكن جدا المحكمة العسكرية البليدة، وممكن جدا المحكمة العسكرية في وهران، لاعتبارات سأشرحها في وقت لاحق، من بينها أنه نزل في ميناء تابع للناحية العسكرية الثانية. ممكن جدا الملف نتاعو تكفل به المحكمة العسكرية في وهران، لأن الغزوات تابعة للناحية العسكرية الثانية وهران. وممكن إذا كان قضية القطب الجنائي، لأنه قضية إرهابية كبيرة والسيد متهم باتهامات خطيرة، الخيانة العظمى وتسريب معلومات وأمور كثيرة، أنا في اعتقادي سيتم تحويل ملفه إلى المحكمة العسكرية بالبوليدة. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها أنه بخصوص اللي راهم يتكلموا على مرته وولاده، مرته وولاده أولا الآن هما في حماية الحكومة الإسبانية، نظن يعني من جانب إنساني راح نعطوهم لجوء إنساني، إلا إذا كان زوجته رفضت وطلبت العودة للجزائر. أنا كمواطن جزائري وأستطيع أن أجزم هذا الكلام، الدولة الجزائرية لا تحاسب زوجة هذا الدركي الخائن العميل، بالرغم من أنها طبعا متواطئة معه وضالعة معه في الجرائم وعندها علاقة على الأقل لم تبلغ، لكن الجزائر أكبر، الدولة الجزائرية والشرفاء الأحرار أكبر من أن يعاقبوا امرأة وزوج أولاد. إذا أنا نوجه رسالة لزوجة
الدركي الهارب، نقول لها إذا حبيت تدخلي الجزائر روحي القنصلية الجزائرية في أليكونت، ادي الباسبور تاعك تي ولادك وروحي دخلي الجزائر وشدي فمك، روحي ارجعي لمواليك، روحي ارجعي لامك وبيك وربي ولادك في الجزائر وشدي فمك، خير منك من التمرميد اللي راح تمرمديه في اسبانيا، وخير لك من المتاجرة بقضية اب اولادك، لانهم رايحين يتاجروا به وبداوا يتاجروا به، بداوا يتاجروا به وبداوا يجمعوا في الدراهم على ظهرك وعلى ظهر ولادك. روحي تمرمدي في بلادك ما دامك عندك زوج ولاد صغار، احسن من اللي تروحي تمرمدي في اسبانيا وتروحي يعني تشوهي صورتك وصورة حتى اولادك، لانه محمد عبد الله انتهى، محمد عبد الله بن عبد الله انتهى، لن يرى النور مجددا، على الاقل عنده حكم 25 سنة، ممكن اقل شيء 25 سنة، 25 سنة كما يقول لك الناس طير يا حمام واهبط يا حمام راح. دائما في قضية الدركي الهارب محمد عبد الله، روحوا شوفوا الخونة والعملاء راهم يتاجروا بالقضية نتاعو لحد الآن. خنزير باريس، خنزير باريس اللي طاح فمه على المباشر لأنه حركي ولأنه زقطي ولأنه مشرار، عنده آلاف الأوروات ما قدرش حتى يخدم فم مسقم، طاح له فمه على المباشر يبهدل يعيف. هذا خنزير باريس رايح داير اعلان ودير فيديو يطلب فيه اموال لتكليف محامي للدفاع على محمد عبد الله. محمد عبد الله راهو في حمام عبد الرؤوف يحمل، راهم يحملوا ويكيسوا في حمام عبد الرؤوف، وهو قاعد يجمع في الدراهم باش يدافعوا عليه محامي. وش محامي؟ محامي في الجزائر ولا محامي في اسبانيا؟ يعني الدراهم اللي جمعهم خنزير باريس للمحامي هاو خلاص راح المحامي، مازال يجمع في الدراهم، حاب يجمع الحاصة على ظهر محمد عبد الله، إذا هذا نصاب ومحتال. وليد أمه، وليد أمه، وليد ملوكة زيد واسمه وليد ملوكة بوخرص داير إعلان نفس الشيء، وخلونا نجمعوا لولاد محمد عبد الله راهم مساكن ما عندهمش شي ياكلوا ويشربوا، بالرغم من انه الحكومه الاسبانيه متكفله بهم، عندهم لجوء انساني متكفلين بهم، يعني عاطينهم دار وياكلوا ويشربوا عادي، لكن هما راهم يجمعوا له في الدراهم، ممكن يجمعوا 20 30 الف اورو يبعثوا لهم 4000 ولا 5000 اورو والباقي ياكلوها. النصابين يتاجروا بقضايا يعني اليتامى، هذا وليد امه. نفس الشيء بالنسبه رشيد فيلالي المدعو الياس النصاب تاع لندن اللي موالف ينصب ويخدع المرضى والفقراء والمساكين ويجمعوا دراهم باسم المرضى وباسم كذا وباسم كذا، نفس الشيء راهو يجمع في الدراهم، عاونوا اخوكم محمد عبد الله واولاده مساكن ونزلوا في التصاور تاع اولاد عبد الله، ها مساكن زواوله وكذا وكذا وكذا، يعني يبكوا. عيب عليكم والله، عيب عليكم والله، ماكم رجال والله، ماكم رجال ولا فيكم ريحة الرجال، يا طحاحنا يا مرخص. تجرب قضية واحد راهو في حمام عبد الله أو في حمام ويكيسولو، وانتم جايين تتاجروا بقضيته. كون كنتو رجال، كون كنتو رجال لو كان درتو المستحيل باش ما يترحلش للجزائر، لكن ما تقدروا ديروا والو، لانه اصلا سراق الكوفيرتات الدركي الهارب هو كان حاب يدخل الجزائر، وكان يقول لو كان الدولة دولة ولو كان القيادة العسكرية قيادة ولو كان المخابرات مخابرات يرحلوني للجزائر. إذا هاي الدولة والمخابرات والجيش بين لك باللي صح قادري، لأنه أنا قلت لكم واحد الوقت ومازلت عند كلابي، كاين زوج ما تلعبش معاهم، ما تلعبش مع ربي سبحانه ومع الدولة العميقة، ربي سبحانه والدولة العميقة،
حبل العب 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 بس عن اللي يشدوك. هاي تحب تدخل الجزائر وراك تقول لك انكم رجال دخلوني. هاي يا ستي اروع شكون مازال بعد ايامات، بعد ايامات كي نقول بعد ايامات ممكن اسابيع ممكن شهر شهرين، المهم المهم ان شاء الله في اقرب الاجل سيتم ترحيل مربي الكلاب بن حليمة. مربي الكلاب بن حليمة سيتم ترحيله قريبا بإذن الله، لأنه الحكومة الإسبانية وافقت على ترحيل المطلوبين الجزائريين في إسبانيا. يعني معلومة، محمد عبد الله الدركي الهارب لم يتم ترحيله وحده، بل معاه عشرات حتى لا أقول مئات الحراقة المطلوبين تم ترحيلهم في نفس البابور، بابور الأسترالي داهم كامل. وكاين قائمة أخرى سيتم ترحيلهم في قادم الأيام على رأسهم بن حليمة. إذا قل بن حليمة وجد روحك، الدور القادم على بن حليمة، ومن بعد الجيلوفة تنتقل إلى فرنسا وممكن يعني بلجيكا، يعني راح تدير دور، راح تدير دور. انا اذا تحوس عليا الدوله الجزائريه نجي وحدي، ما تبعثوني هكذا، انا ما يحوسش عليا بصح اذا تحوس عليا نجي وحدي. اسمعوني يا جماعه ولاد خيره، يا جماعه انا ما قلت لكمش اذا كانكم رجال، انا عارفكم بلي رجال فعوله كي تعولوا ديروها، نعرفكم. اذا اذا عولتوا على بن زديره قولوا لي، معلو لي برك، قولوا لي برك هكذا وانا نجي وحدي. انا تحديت اشباه الرجال الطحاحنه في 2019، قلت لهم اذا كانكم رجال جيبوني، لاني كنت نعرفهم بلي ماهمش رجال، كنت نعرفهم بلي ماهمش رجال مرخص جماعه واسيني وكانيش. قلت لهم اذا كانكم رجال يا طحاحنه شدوا بن زديره، لاني كنت عارفهم ماهمش رجال. بصح كي نوصل عند جماعه تاع دروكا يا خويا، لا انا على بالي بلي رجال، على بالي بلي راكم رجال ونص 25. اذا اخطو الزريعه تاعي اخطو جرتي، الا تحوسوا عليا قولوا لي غدوه نجي. ثم عنوا لي برك قولوا لي نحتاجوك وانا طياره الاولى راني عندكم، ما تحوسوا عليا ما تقلقوني ما قلقوا. نلعب مع ناصر الجن وحسين بولحيا وسيدا علي لا 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 لا، كي تحتاجوني عيطوا لي راني عندكم، غدوه راني عندكم على 8 تاع الصباح تلقاوني بوانتي. حبيتو في حمام عبد الرؤوف، حبيتو في عنتر، وين حبيتو راني عندكم. خطو عزرينا برك، مانيش قدكم اخويا، اللعب تاعكم مانيش قدو انا، غير خطونا. تقريبا نصف ساعة اديناها على سرق الكوفيرتات. اوكي، باش نختم ملف سرق الكوفيرتات، انا نوجه رساله الى المحققين في جماعه حمام عبد الرؤوف والحاشيه. نقول لهم لما تحقوا مع محمد عبد الله ما تنساوش انه فيه بعض الخونه والعملاء للاسف الشديد اللي مسؤولين لحد الآن، كانوا يسربوا معلومات، كانوا يسربوا معلومات لمحمد عبد الله، وكانوا يعطوا له معلومات عبر وسيط. من بين الناس اللي كانوا يسربوا معلومات أنا نقدر نقول لكم المعلومات اللي كان يتكلم عليها الدركي الهارب محمد عبد الله على رئيس أمن دائرة العطاف، شاف سورتي الدائرة تاع العطاف، كان يتكلم عليه ويعطي معلومات دقيقة عليه، معلومات سرية ومعلومات خاصة عليه. رئيس أمن دائرة العطاف وشكون اللي كان يحرش في محمد عبد الله عليه؟ أنا نقول لكم وحقه معاه وقول له شكون اللي كان يعطيكم معلومات، يقول لكم هما شكون كان يعطيهم له. مدير الأمن الولائي سابقا اللي هو زياد توفيق اللي راهو الآن في سيدي بلعباس، اللي كان مدير امن ولائي عين دفله دوكا في سيدي بلعباس، زياد توفيق هذا واحد من كان يسرب المعلومات لمحمد عبد الله عن طريق وسيط، اجبدوا الوسيط. معاه صدر الدين حدادو
رئيس أمن دائرة الخميس، رئيس أمن دائرة الخميس صدر الدين حدادو، ومعاهم رئيس أمن أو رئيس الشرطة القضائية لولاية عين دفلة إزيان الهادي، وهذول اللي نظل نهضر عليهم لأنني أملك معلومات عن خيانتهم العظمى. ومعاهم واحد اسمه حكيم نجوم، رجل أعمال، وهو شقيق تاجر المخدرات نجوم اللي راهو في السجن. وكذلك تهجمهم على مدير البناء والتعمير لولاية عين دفلة اللي سرب المعلومات، نفس الشيء هذه الجماعة، لكن الذي يقف وراء هذه الجماعة وعنده مشاكل مع مدير البناء والتعمير هو هذا المقاول رجل الأعمال اللي هو حكيم نجوم. إذن المحققين هم عندكم أسماء: رجل أعمال رجل أعمال مقاول في عين دفلة، حكيم نجوم، رئيس أمن دائرة الخميس صدر الدين حدادو، رئيس الأمن الولائي سابقا لعين دفلة حاليا سيدي بالعباس زياد توفيق، ورئيس الشرطة القضائية لولاية عين دفلة إزيان الهادي. هذا هو أربعة المطلوب التحقيق معهم بناء على اعتراف المجرم محمد عبد الله. هنفتكم راس الخيط وانتم دبروا راسكم. اوكي.